أول تعليق من أسماء الأسد بعد إصابتها بسرطان الدم: سأخوض هذه المعركة. ورشا شربتجي تعلق: أنت أم الكل. كثير مهم إنه أنتوا عم تعملوا هذا الفحص. هذا الفحص مو بس لإلكم، هذا الفحص لأولادكم لعيالكم. نشرت الرئاسة السورية فيديو للسيدة الأولى أسماء الأسد البالغة من العمر 48 عاما في أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم المعروف بلوكيميا. وفي التفاصيل، قالت السيدة الأولى أسماء الأسد في الفيديو أنها تلقت العديد من الرسائل الداعمة من الناس مليئة بالمحبة والمساندة، مؤكدة على أنها أعطت العائلة المزيد من القوة في هذا الظرف. وتابعت: أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة، وأنا سأخوض هذه المعركة متسلحة بالإيمان والثقة برب العالمين. هخوض هالمعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة برب العالمين وبدعائكم ومحبتكم. شوفكم عن قريب. بدورها علقت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي على الفيديو وكتبت: الله يشفيكي ويقويكي، انت ام الكل وان شاء الله رح تكوني قوية مثل ما عودتينا. ومن جهتها اعادت الفنانة السورية سولا فواخرجي نشر الفيديو على صفحتها الخاصة عبر انستغرام، واتمنى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة الاولى الشفاء العاجل. هذا وكانت قد اعلنت رئاسة الجمهورية السورية اصابة السيدة الاولى اسماء الاسد بمرض سرطان الدم المعروف بلوكيميا. وقالت الرئاسة في بيان: بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الإبيضاض النقوي الحاد لوكيميا. وأفادت الرئاسة بأن السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج. وبدورها نشرت الممثلة السورية شكران مرتجى عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة للسيدة الأولى أسماء الأسد، وعلقت عليها بالقول: بالشفاء العاجل، أنت كالوردة الشامية فواحة رقيقة قوية، دعواتنا لك بالصحة والعافية يا رب. ما في مرة ما بتحب أن تكون أم، هذا نصيبي نصيبي، الله كتب هيك، أنا إنسانة مؤمنة. يذكر أنه في أغسطس عام 2018 أعلنت أسماء الأسد إصابتها بورم خبيث في الثدي، ثم الكشف عنه في مراحله المبكرة، وخضعت للعلاج في أحد مشافي دمشق.